عقد فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطار رئيس بعثة مملكة البحرين للحج الاجتماع التنسيقي لأعضاء إدارة البعثة بمقرها بحي النسيم في مكة المكرمة. وأشاد القطان بالجهود المتميزة لكافة أفراد البعثة وأخلاصهم وتفانيهم في العمل واستعدادهم المبكر في هذا العام والذي سيكون له الأثر الكبير في إتقان الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرم. كما قامت بعثة مملكة البحرين للحج بتسليم مواقع ومخيمات مشعر منى لحملات حج مملكة البحرين، وذلك استعدادا لبدء الحجاج فريضة الحج بالتعاون مع لجنة الكشافة في البعثة.